FM. الكل مليك. نستقبل الأستاذة سعيدة جراش المناضلة والحقوقية وكيف المستشارة بالنسبة اليوم العالمي للمرأة. احنا وصلنا لي في المجتمع المدني قالوا نسميه اليوم العالمي لحقوق النساء. سي بتيتر ان بو بلو بريسيزي معناها وغيره الاعتبارات عديده مي زاد ان هوماج لا فام تونيزيان ما يجمش يكون لوماج هذا ايبيزوديك لانه لا فيريتا بروليتي اليوم المرأة تخدم في الريف الفلاحة شكون يخدم فيها يخدم فيها النساء كيما قالت لك ثم قطاعات ولات النساء راهم هذم قطاعات جينيرالمون اوت انتونسيتي نتاع حضور الشخص فيها كيما في التكستيل كيما في الفارماسي في الطب وغيره القضاء اليوم كيف دونك التعليم اللي فات الكل واللي توا ساقهم في الدمان يلزم يفهموا انه الظاهره اللي قاعده تتدرس على مستوى عالمي نتاع مليون نخبه امراه كانوا حاسمين في الانتخابات الاخيره معناها يجب كذلك اون لوي لون اوماج اون بيربيتوان سيت بون تراديسيون اللي هو معناها لا موبيزاسيون دو لا فام تونيزيان من صيف 2013 خرجوا مئات الالاف في 13 اوت في 6 اوت غير توجه الاحداث في تونس مهم جدا دونك نحبوا نسالوك حاجه اخرى انت توا بيان سور في القصر لكن انت ما تنجمش تخرج من قشرتك معناها قماشنا احنا من الصغر هكاك في عمرنا احنا ولو ما زلنا ترنكوشات ما تنجمش تتبدل ان توت تتكون هل انه يوليو كما لي جون جي ومنظمات المجتمع المدني عندهم يقولوا دروا دو سيتي في القصر مش عيطوا لهم كان في المناسبات باش يظهروا اون بوز افيك اما يكونوا فاعلين اساسيين في صياغه السياسات بالطبيعه انا هو المنصب هذايا جديد يعني توا قاعدين حتى هو كان بمبادره من رئيس الجمهوريه هو اللي اذن به اي هو اللي قرره وهو اللي اختار الشخص قرر الاختصاص والشخص واعتقد انه ماهوش بريء بين قوسين يعني اكيد عنده فكره معينه سواء في شكون باش يقوم بالمهام هذه وشنو يكون الدور غادي وماهوش تعامل مع المجتمع المدني من اجل التشريفات والتباهي بل هو حب يكون عنده رابط مباشر مع ما يحدث في المجتمع في علاقة بمسائل حساسة يعني يخوله باش يتدخل في احترام لاختصاصاته ولصلاحياته من غير ما يعتدي على اختصاصات الوزارات المعنية لكن باعتباره ضامن لحقوق الناس وحرياتهم وباعتباره أيضا رئيس التوانسة وينجم يكون يخليله هذا رابط مع البعد الاجتماعي لانه الثوره اساسا كان عمقها اجتماعي أساسي. وبما انه صلاحيه الرئيس تقلصت بحكم النظام السياسي الجديد فانه المنصب هذا هو باش يعطيه الفرصه هذه انه يبقى في علاقه مباشره وعنده قناه مباشره باش يسمع الناس ويتدخل في تغيير وجهه بعض الاشياء ونعطيك مثال مثلا مساله الحراقه وعائلات المفقودين هذا اول ملف معناها بدينا فيه واعتقد انه ماشي للحل ومازالوا الملفات أخرى كما جرح الثورة كما غيره كيف لأنه أنا مثلا من ضمن الملفات اللي قالوا لي الأولانيين يلزمني نبدأ نخدم عليهم هو هذا متاع المفقودين ومتاع جرحى وشهداء الثورة وتقريبا وين ثم مشاكل اجتماعية وفيها جمعيات ناشطة في المستوى هذايا باش يكون عنا عمل مش معناها مسيبة المسألة هكاك المجتمع المدني متاع استقبل وسلم ودع لا متاع التعامل مع جمعيات تهتم بمعالجة مشاكل اجتماعية حارقة وعندها وزنها وعندها آلامها ويلزم تلقى لها فوا انت باش نجم تعاون في حل المشاكل هذه هذه الكونسيبسيون متاع المنصب هذا ما هوش تشريفات بالعكس متاع الدبزة ومتاع تكسر راسك وتحل مشاكل العباد وتعطيهم إمكانية متاع أنهم تكون عندهم ثقة في مؤسسة الدولة وفي مؤسسة رئاسة الجمهورية لاحظ زاد السي كمال الجندوبي اللي هو كذلك في الحكومة اللي هو ولد المجتمع المدني بار اكسلونس ولد النضال زاد ولد الساحات وكان مشرف مسؤول على النجاح والانتخابات الديمقراطيه من بعد الثوره لكن نلاحظوا انه ثم توجه جديد قوامه انه ما عادش لانسكريمونتاليزاسيون دي زون جي خاطر ساعات كاينهم لابون تو فير اي هاو الجمعيات الاون جي نحكيو عليهم وكل شيء لكن ما هكا بور ديسكور نقولوا احنا على حماتي وغيره دونك وكانه ثم حضور فعلي اليوم بدوسيات حارقه كما قلت حل مشاكل حقيقيه بالنسبه للحركه النقابيه هل ثم امكانيه انتم في النداء ولا في الرئاسه ولا غيره تلعبوا دور نقولوا احنا لو كورتي اون ايتا نقولوا هكا السمسار الباهي
سمسار باهي. لا باش نلعبوا دورنا الباهي من غير ما نسمسروا. الله يبارك فيك. لا لانه مثلا توا في حتى العلاقه مع المنظمات ومنها الاتحاد الشغل انا على مستوى المنصب نتاعي الجديد مطالبه باني زاد نحافظ على قناه في الحوار وحل المشاكل وغيره. بالتالي احنا بالنسبه لينا راهو ماناش باش ناخذوا مواقع الناس بقدر ما نوفروا طريقه لحل المشاكل والحوار ونلقاو حقيقه وفق الامكانيات مخارج وين تتسكر وين تتبلوكه تحل انت تحاول تحل باب. كاب اف ام الكلمه ليك.